أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من حلقات أحاديثنا عن أعلام من العراق عن علم فرد في اختصاصه، عجيب في تفاصيل حياته، مؤثرا فيما كتبه من كتب ومن درس على يديه من طلبة، ذلك هو الشيخ عبد الكريم الجيلي، عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي. وهذا هذا الشيخ أو هذا العالم كان واضح هو من أهل بغداد، لأن جده لأمه هو السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، عاش في بغداد، ثم بعد أن اضطربت وعاش في فترة يعني عانت فيها بغداد الكثير في عهد السيطرة المغولية والجلائرية وغير ذلك، فخرج من بغداد بهدف الحج، وهناك في مكة التقى ببعض الكبار الصوفية، منهم شخص يدعى إسماعيل الجبرتي، وتلقى على يديه مبادئ التصوف، ثم انخرط في سلك المتصوفة، ومن هناك لم يعد إلى وطنه إلى العراق، وإنما قصد اليمن وسكن في زبيد، وزبيد كانت مدينة في اليمن اشتهرت بالحياة الثقافية، لا سيما الحياة الصوفية فيها، فبقي هناك في هذه المدينة فترة من حياته، ثم وقد يعني التقى فيها بعدد كبير من كبار الصوفية في ذلك العصر، ثم أنه قام برحلة إلى الهند، ثم قصد إيران، وتعلم فيما قيل الفارسية، حتى أنه ألف رسالة بهذه اللغة، وقيل أنه كان مسيطراً أو كان متأثراً أو عارفاً بالعلم اليوناني، ولكن لا ندري أين درس علوم الإغريق أو علوم اليونان، لكنه كان واسع الثقافة، ذكياً سريع الحفظ، بحيث أنه كان يتعلم اللغة الأجنبية خلال وقت قصير إلى حد أن يؤلف بها، يعني هذا دليل على مقدار ذكائه. ثم عاد إلى زبيد، ومن زبيد ذهب إلى القاهرة وعاش في القاهرة فترة، ثم عاد مرة أخرى إلى زبيد، ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، يعني حقيقة حياته كانت كلها تنقل من الهند إلى القاهرة، مروراً بالمدن الكثيرة التي كان يحل بها. من كتبه، مع أنها كتب في التصوف، لكننا نفهم منها، من اختياراته، من عباراته، من أخيلته، نفهم منها كثرة مشاهداته، يصف البحر الفلاني والبحر العلاني، ويصف الظواهر الطبيعية التي يمكن أن ترى في البحر وفي البر، مما يفهم منه أنه كان واسع المعرفة وكثير التجوال في بلاد عصره، في البلاد التي كان يعني يعيش فيها وينتقل إليها، وواسع الثقافة، لأنه يعني هذا أمر تكشف عنه مؤلفاته، ولا نحب أن نطيل في هذا. المهم في سيرته، وهو ما يعني أردنا أن نؤكد عليه في هذا الحديث، ليس أنه كان صوفيا، ما أكثر الصوفية في عصره، لكن الجديد والملفت للنظر في سيرة هذا الرجل أنه ألمح في كتبه، مع أنها في التصوف، إلى أمور تخرج عن نطاق التصوف، إلى أمور علمية بحتة. تصوروا أنه في كتابه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل أشار إلى أن للضوء سرعة، وذلك كشف فريد لم يسبقه إليه أحد، ولم يكشفه أحد ربما إلى عصر أينشتاين، أن للضوء سرعة، وقال أن هناك من النجوم والكواكب ما لا نراه. طيب، هذا جيد، لماذا
لأن ضوءها لم يصل إلينا بعد، لم يصل إلينا بعد. يعني هذا الضوء انطلق من 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 أصله، من مكان إشعاعه، وهو يسير في هذا الفضاء الهائل ولم يصل إلينا بعد. لو وصل لرأيناه. انظر إلى هذا التعبير الدقيق والعلمي والذي يعني سبق به علم فيزياء الضوء وعلماء فيزياء الضوء بقرون عديدة، كيف يعني عرف بأن للضوء سرعة وأن النجم البعيد لا نراه مع السرعة الهائلة التي يعني يمضي بها الضوء، لا نراه لأن هذا النجم بعيد جدا، يعني يلزمه ربما مسافات أو وقت كبير إلى أن يصل إلينا، فنحن لا نراه إلى أن يصل الضوء. هذا كان كشفا غريبا وسابقا لعصره ولم يشر إليه أحد ربما إلى يعني القرن الماضي. من اكتشافاته الغريبة، وهو رجل صوفي يعني قضى حياته منزويا في تكية في زبيد في اليمن في ذلك العصر، أو في داره في القاهرة حينما قضى الجزء الأخير من حياته في القاهرة يسجل تجاربه الصوفية وغير ذلك، توصل إلى أن كل شيء فيما حولنا هو متحرك، مع أن من أيام أرسطو كان الناس يعتقدون أن الأشياء جامدة ونامية ومتحركة، يعني قسموها إلى ثلاثة أقسام. هناك أشياء جامدة، القطعة الحديد جامدة، قطعة النحاس الصخرة جامدة، والنامية هي النبات وأمثاله، ومتحركة كسائر الحيوان والإنسان منه. هذا الرجل توصل إلى أن كل شيء متحرك، حتى قطعة الحديد الجامدة الثابتة في مكانها هي تتحرك، لأن في داخلها يسميه روح الله تسري في الكون. فإذا انحسرت هذه الروح، يعني رب العزة حسر هذه القوة الطاقة التي بثها في كل شيء، كل شيء يعني سقط بعضه على بعض، اندمج مع بعضه فزال. هذه الفكرة صحيحة تماما، لأننا نعرف أن كل جسم الآن نعرف كل جسم يتكون من ذرات، وكل ذرة فيها مكونات، والمسافات بين أجزاء الذرة بين هذه المكونات ومركز الذرة كالمسافة بين الشمس والمجموعة كواكب المجموعة الشمسية، يعني مسافات هائلة. فإذا افترضنا أن وهذا مستمد من حركته، يعني هذه الحركة هي التي تعطي للمادة شكلها وكيانها، فإذا ما توقفت هذه الحركة ما سماه توقف سريان هذه الروح، اندمج كل شيء بعضه ببعض فزال. هذه فكرة سابقة لعصرها تماما. كان الناس في ذلك العصر يتصورون أن قطعة الحديد جامدة والنبات ينمو والإنسان يسير، لكن هو قال كل شيء، حتى أكثر الأشياء يعني تبدو جامدة كالصخور والحديد وغير ذلك، كله هو متحرك وقوامه في حركته. لو توقفت هذه الحركة لحظة لانتهى. انظر إلى هذا الرجل السابق لعصره عبد الكريم الجيلي، مع أنه كان صوفياً وكان يعني قابعاً في بعض الزوايا، لكنه أدرك وكتب بأن الأرض تتكون من طبقات عدة. هذا أمر جيد، وقد سبقه كثيرون أن الأرض تتكون من طبقات، قالوا سبع طبقات، وهو كلام يعني لا بأس به وسليم فعلاً يعني. ولكن الجديد الذي ذكره أن باطن الأرض، يعني وسط الأرض، قلب الأرض يتكون من صخور مائعة. سبق بذلك من قال بهذا من العلماء في أوروبا بعدد من القرون، يعني في القرن السابع عشر قال بعض العلماء الأوروبيين أن في قلب الأرض هناك نار، ولكن هذا شيء غير دقيق لأن النار تنطفئ بدون أكسجين. أما الجيلي قال هناك صخور دائبة كجهنم، يعني وقودها النار الناس والحجارة،
الحجارة الذائبة هي كامنة في قلب الأرض. هذا الكشف لم يعرفه أحد ولم يسجله أحد، بل قارب أن يقول به يعني من قال هناك نار بعد قرون، ولم يتوصل الإنسان إلى أن هناك صخور ذائبة كأنها يعني كأنها جهنم كما وصفها الجيلي إلا بعد قرون أخرى. الجيلي حقيقة كان يعني سباقا ورائدا في التوصل إلى كثير من النظريات العلمية التي سبق بها العلماء بعده بفترات طويلة. لا نعرف كيف تمكن من معرفة هذه الأشياء الداخلة في علم الجيولوجيا وفي علم فيزياء الضوء وفي علم الفيزياء العام وغير ذلك من العلوم، كيف توصل. وله اكتشافات أخرى جليلة، ولكن مع الأسف أنها ضاعت في كتبه الصوفية. يعني الناس كانوا ينظرون إلى كتبه أنها في التصوف دون أن ينتبهوا إلى ما تضمه هذه الكتب من لمحات ولفتات علمية مذهلة سبق بها عصره. الشيخ عبد الكريم الجيلي عاش الشطر الأخير من حياته في القاهرة، وشرع وهو في القاهرة يسجل تجاربه الروحية. قضى الجزء الأول من حياته في تجارب وفي تجوال في العالم كما رأينا، يعني الذكر ومجالس الذكر والالتقاء بكبار العلماء والصوفية. والغريب أن اليمن كانت في ذلك الوقت يعني مقصداً لكثير من يعني العلماء ولا سيما من الصوفية، فعاش في ذلك الوسط. ولكنه حينما استقر في القاهرة شرع بهدوء يكتب تلك التجارب العنيفة في المجال الروحاني طبعا التي مر بها، فجاءت كتبه حافلة بكل جديد وبكل ما هو مهم. ربما كان من أشهر كتبه، وإلى وقت قريب لم يكن قد طبع من مؤلفاته التي زادت على 40 كتاباً إلا كتاب واحد، وهو حقيقة أنا أعتبره يعني أبو الكتب التي ألفها، وهو كتاب الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. هذا كتاب في جزئين، كان حظه جيداً بأنه طبع، يعني أول كتبه طبع، وفيه خلاصة نظرياته هذه التي تكلمنا عنها، كما أنه ألف مكتبة كاملة يعني كانت معينة كثيرا من العلماء من بعده. منها مثلا من كتبه المهمة أنه فسر القرآن الكريم بكتاب موسوعي كبير، لكنه نحى فيه منح الصوفيين، يعني وربما من لم يكن يميل إلى التصوف له تحفظاته على هذا الكتاب، ولكنه كتاب موسوعي في حد ذاته، يعني بغض النظر عن طبيعة المنطلق الذي انطلق منه لتفسيره. وكتب أخرى ربما يضيق المجال، منها كتاب مثلا الكهف والرقيم، كتاب عنوانه مراتب الوجود وبيان حقيقة ابتداء كل موجود. كتب كثيرة كتبها تشكل مكتبة قائمة بذاتها. الذي وددت أن أشير إليه هناك أن الرجل ضاعت سيرته بعد يعني في القاهرة، وقيل أنه عاد إلى اليمن ودفن وتوفي ودفن هناك، لكننا وجدنا أن الرجل عاد إلى بغداد، لأننا وجدنا له قبرا في محلة السيد السلطان علي ببغداد، وعليه رخامة قديمة جدا يعني ربما ترقى إلى عصره، تشير إلى أنه توفي سنة 832 للهجرة. يعني هذه الرخامة حددت مكان دفنه وتاريخ وفاته الذي كان مشكوكا به، يعني هناك من قال 805 و820 وإلى غير ذلك، لكن هذا القبر الذي وجدناه منذ فترة طويلة في أحد فروع شارع السيد السلطان علي
في بغداد الشرقية. هذا القبر حدد مكان دفنه، وقد أنشئ عنده مسجد كبير كتب عنه المؤرخون والمعنيون بالكتابة عن معالم بغداد، وعد من معالمها. ومع الأسف هذا المسجد نقض منذ عهد بعيد، يعني في ثلاثينات أو أربعينات القرن الماضي، وبقي أرضا خالية، ثم شيدت عليه مدرسة أظنها للبنات الآن في ذلك الحي من أحياء بغداد. عبد الكريم الجيلي حقيقة كان عالما بغداديا اكتنفت حياته جوانب خفية، يعني لا نعرف بالضبط مثلا تفاصيل كثيرة عن حياته، ولكننا من خلال مؤلفاته نعرف أنه كان رائدا وكان علميا رغم العالم الصوفي الذي عاش فيه. كان علميا لأنه اكتشف نظريات وكانت له أفكار علمية تماما، يعني سبق بها العلماء الذين جاءوا من بعده من الأوروبيين وغيرهم. يعني الأمور الجيدة أن بعض مؤلفاته وجدت من يهتم بها في الفترة الأخيرة ويحققها وينشرها، ولكننا نعلم أيضا أن عددا كبيرا آخر من مؤلفاته ظل حبيس خزائن الكتب ولم يطبع بعد. كتب باحثون لا سيما في مصر وفي غيرها كتبا ودراسات عن سيرة هذا الرجل بما توفر من معلومات، ولكن من سوء الحظ أن اختلطت سيرته مع رجل كان في اليمن فعلا اسمه عبد الكريم بن إبراهيم العجمي. هذا عبد الكريم الجيلي ليس هو إبراهيم عبد الكريم العجمي، فاختلطت سيرته مع سيرة شبيه له بالاسم. هناك أشياء حقيقة يعني لا تزال غامضة في حياته، وهو جدير بأن يعني يهتم الباحثون بالكشف عنها، وجدير أيضا بالباحثين أن يعني أن يعملوا على تحقيق والبحث فيما ألف من كتب، لربما وجدوا فيها من الآراء العلمية الرائدة ما لا نعرفه وما يسجله في عداد العلماء وليس في عداد الصوفية كما كان وإلى الآن يعد ضمن الصوفية ويترجم ضمن الصوفية، مع أنه كان عالما ولا ندري مصادر معلوماته. كيف يستطيع إنسان بدون تلسكوب وبدون معرفة فلكية، والعلوم كانت في مرحلتها البدائية يعني في عصره ولا سيما في زبيد في اليمن في بلدة في أقصى اليمن، كيف استطاع أن يتوصل إلى أن للضوء سرعة؟ كيف توصل إلى أن الكون يتكون من حركة، يعني قوامه الحركة، وأشياء أخرى ذكرناها لم يكن ممكنا إطلاقا التوصل إلى لانعدام الوسائل التي يمكن أن تؤدي إليها؟ هذا بدون وسائل. يقول لقد انكشفت لي حقائق الأشياء كلها، كيف انكشفت له حقائق الأشياء؟ حتى لو كان مبالغا لكن ما أثبته كان يدل على شيء صحيح من كلامه، يعني ما النظريات والأفكار التي سجلها فعلا تدل على أنه كان نافذ البصيرة على نحو ما، بحيث أنه استطاع أن يتوصل إلى ما لم يتوصل إليه لا السابقون ولا اللاحقون إلا بعد عهد طويل. أعزائي المشاهدين، هذا واحد من العلماء الذين غمطهم المؤرخون حقهم من الشهرة ومن المكانة، أو أنهم كتبوا عنه يعني صوفي وعالم روحاني وغير ذلك، ولكن دراسة سيرهم تكشف على أنهم كانوا متعددي الجوانب، وبعض جوانبهم أهم مما نعرفه، يعني من الإطار الذي وضعوا فيه. أعزائي المشاهدين، إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.